السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح الحسيني في العاشر من المحرم، حيث قتل الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في مثل هذا اليوم، فنرفع أسمى آيات التعازي لمقام صاحب العصر والزمان وللمؤمنين جميعا في أرض المعمورة في هذه الذكرى الأليمة، ونقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في هذه الصباحات التي تتبرك بذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نحاول أن نكون في ركبه المبارك إن شاء الله تعالى بكلمة نقولها ونأمل فيها الصدق ونتقرب بها إلى الله عز وجل. نحاول أن نقف عند فلسفة الإصلاح الحسيني، نحاول أن نقف عند محاور متعددة تكون ضمن دائرة المكانة والمنزلة الحسينية لدى الله عز وجل ولدى المسلمين عموما. نحاول أن نقف عند منظومة القيم والأخلاق التي سطرها أبو عبد الله الحسين في أرض كربلاء، الغاية، الأهداف، الدواعي، هذه إن شاء الله وغيرها في حاضرة إن شاء الله تعالى في هذا الصباح الحسيني بضيافة كل من جناب الدكتور محمد النوري الداعي الإسلامي. حياك الله، أصحاب بك الدكتور محمد، عظم الله لك الأجر في هذه الذكرى. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أهل البيت عليهم السلام. حياك الله. كذلك معنا جناب الدكتور فائز الشرع الباحث في الأكاديمية. حياك الدكتور فائز، مرحبا بك وعظم الله لك الأجر. حياكم الله وعظم الله لكم الأجر. كذلك إن شاء الله سينضم معنا الدكتور ميثاق الخفاجي من بابل، وإلى أن يجلس الدكتور ميثاق إن شاء الله أحاول أضيف في الاستوديو. أبدأ مع جناب الدكتور محمد النوري في هذه اللحظة. دكتور النوري، ما الذي يمكن أن يقوله وأن يعيشه المؤمن اليوم في هذه اللحظة وهو يعلم أن في الساعات القادمة في مثل هذا اليوم سينحر الحسين عليه السلام، سيقتل الحسين ابن بنت رسول الله وأهل بيته وأصحابه؟ أعتقد أنه كل مسلم، كل مؤمن هو يحزن لحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحزن أهل البيت، وطريقة الحزن تختلف من شخص إلى آخر، وطريقة هذه المشاعر وتعبير هذه المشاعر طبعا تختلف حسب المفهوم، حسب المقام، حسب المنزلة، حسب قرب هذا الشخص من أهل البيت عليهم السلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من يحزن ويتألم تألما كبيرا ويتمنى ويرجو الله أن يقف موقفا يكون فيه هذا الموقف نصرة لأهل البيت، نصرة للإمام الحسين عليه السلام، نصرة للرسالة المحمدية التي حملها الإمام الحسين عليه السلام من بعد الإمام الحسن ومن بعد الإمام علي عليه السلام ومن بعد المصلحين الذين كانوا مع سيدنا رسول الله. وهناك من يحزن حقيقة وحزنه يجسد بالعاطفة، والعاطفة حقيقة هي رسائل، العاطفة هي رسائل تصل إلى المجتمع، فالشاعر يعبر بشعره وصاحب النثر يعبر بنثره، وصاحب المال حقيقة ينفق في سبيل الله إطعاما للفقراء والمساكين لوجه الله تعالى. في مثل هذا اليوم هو الإطعام يكون إطعاما للفقراء، إطعاما للمساكين، وهو مواساة لأهل البيت عليهم السلام. وهناك من يبكي على هذا المصاب، كما لما رجع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رجع من معركة أحد وقد أصيب بفقد عمه الحمزة، ومر على بيوتات الأنصار من أصحاب الشهداء وأخذ يعزيهم واحدا واحدا، وعندما نظر أين مكان الحمزة، أين بيت الحمزة، التفت إلى أصحابه وبكى، قال إلا حمزة بن عبد المطلب لا بواكي له. فبكى الأنصار جميعا لبكاء سيدنا رسول الله. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع أو ليحزن، وإن على فراقك يا حسين لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن التعلق يعني بأهل البيت عليهم السلام يجعل الإنسان حقيقة يعبر عن موقفه بحسب هذا المقام وهذه المنزلة. دكتور، عفوا المقاطعة، فلسفة البكاء ولوازم البكاء من قبل المؤمن تجاه الحسين عليه السلام، أود أن أقف عند هذه النقطة
وأعطيها الرؤية السليمة في القراءة، في القراءة تجاه الحسين عليه السلام. سأدرك جناب الدكتور، أنتقل إلى بابل. جناب الدكتور ميثاق الخفاجي، الأستاذ في جامعة بابل كلية العلوم الإسلامية، حياك الله دكتور ميثاق، مرحبا بك. وأبدأ مع حضرتك من نقطة التمهيد كما وددت البدء، يعني كيف مهد الإمام الحسن عليه السلام للنهضة الحسينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب الإمام الحسين وعاشوراء، ونشكركم على هذا اللقاء الكريم. مما لا شك فيه أن لكل ثورة ممهدات، وبما أن الرسالة الإسلامية تعتمد على مقدمات ونتائج، كان للإمام الحسن عليه السلام الدور الفاعل في التمهيد لهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد، وذلك من خلال الصلح الذي أقامه الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية ابن أبي سفيان. وحصلت هناك إشكاليات على هذا الصلح من بعض الأتباع بحسب مدركاتهم العقلية لفهم الواقع السياسي الذي يعيشه المسلمون، ولا سيما الدولة الإسلامية في ذلك الوقت مع ما تعيشه من نزاعات. فحاول الإمام الحسن عليه السلام أن يمهد لهذه الثورة من خلال هذا الصلح أو الاتفاق، أو بعضهم يسميه معاهدة بعضهم يسميه هدنة. في الحقيقة هو كان معاهدة واتفاقية، وكانت فيها بنود من أهم البنود على أنه لا يتعرض معاوية إلى شيعة علي بن أبي طالب، وأن هذه المدة تكون 10 سنوات، وأنه إذا مات معاوية أو مات الحسن تنتقل الخلافة لمن بعده وهو الحسين عليه السلام. ولذلك ألزم الحسين عليه السلام خلال هذه المرحلة من الاتفاقية أن لا يتعرض للنظام الفاسد، باعتبار أن المؤمنين عند شروطهم. ولذلك كان هناك معارضات على الإمام الحسين عليه السلام، لماذا لا تخرج بالأمر؟ قال هناك اتفاق لا بد أن نلتزم بهذا الاتفاق، وهذا قمة الوعي السياسي والالتزام الديني في الاتفاقيات التي تقوم بين الأطراف. إلى أن خلال هذه المدة 10 سنوات من الاتفاقية أو أقل، بعد أن نقض معاوية بن أبي سفيان الاتفاق مع الإمام الحسن واستشهد الإمام الحسن، هنا تراكمت السلبيات للدولة الأموية، وظهر للمجتمع الإسلامي أنها لا تستحق البقاء لأنها نقضت الاتفاقية التي كانت بين الحسن ومعاوية. وبصراحة قول معاوية بن أبي سفيان في الكوفة، قال كل عهد عاهدت به الحسن بن علي فهو تحت قدمي هذه، وهو نقض للاتفاقيات. ولذلك إذا راجعنا كتاب السيوطي تاريخ الخلفاء، لا نجد السيوطي يجعل معاوية في ضمن سلسلة الخلفاء الشرعيين للإسلام. هذه التراكمات والسلبيات للحكومة في ذلك الوقت الأموية مهدت للثورة على هذا النظام الفاسد. ومن هنا بعد وفاة معاوية وتنصيب من بعده يزيد بن معاوية، كانت هناك بوادر الثورة قد نضجت وبدأت. وهذه من القضايا التي جدا مهمة لابد أن نلتزم بها ونتعلم من التاريخ الإسلامي دور الإمام الحسين في الالتزام بالاتفاقيات وعدم نقضها. وهذا هو مبدأ الإسلام والقرآن الكريم، هو الالتزام بالاتفاقيات وعدم مخالفة الاتفاقيات. الحسين أعطانا درسا والحسن أعطانا درسا، أن الصلح لابد أن يكون في مصلحة العامة. أي صلح يجب أن يكون مصلحة العامة. الحاكم والقائد عليه أن يراعي مصلحة المجتمع قبل أي شيء، وهذا ما فعله الإمام الحسن عليه السلام لكي يكشف حقيقة النظام السياسي. التمزم الإمام الحسن عليه السلام بهذا الاتفاق أيضا لكي يكشف على أنه يجب على الحاكم أن يلتزم بالاتفاقيات القائمة بين الأطراف السياسية، وهذا الالتزام يركز على مصلحة المجتمع واستقرار المجتمع، وفي المقابل كشف الحقيقة السياسية لنظام الحكم. هذه كلها تعد ممهدات لقضية الثورة الحسينية. وأهم ممهد أن الإمام الحسن اشترط، وهذا موجود في كتب التاريخ، أن الإمام اشترط في الاتفاقية أو الصلح أو الهدنة، سموه ما شئتم، أن إذا مات معاوية أو مات الحسن
تنتقل الخلافة إلى الحسين عليه السلام، هذا موجود بالبنود التي تم الاتفاق عليها، ولذلك كانت هذه من الممهدات أن معاوية لم يلتزم، كان يطارد أتباع الإمام علي عليه السلام، كان يمنعهم من بيت المال، كان كثير من الأمور إعدامات إلى آخره، هذه كلها هيئت الأرضية لإثبات عدم صلاحية هذا النظام لقيادة الأمة الإسلامية. من هنا تهيئت نفسية المجتمع للقيام بثورة ضد النظام، وأشد من ذلك المخالفة نصب يزيدا من بعده خليفة للمسلمين، وهذا خلاف الأعراف الإسلامية أنه لا توجد هناك تنصيبات خلاف القرآن الكريم والسنة النبوية، أن القائد يجب أن تكون له صفات قيادية إسلامية تتناسب مع الشروط الإسلامية، ولذلك كانت ممهدات أساسية طيب للثورة الإسلامية الكبرى. دعنا نتوقف عند هذه النقطة يعني تحديدا في قضية المؤهلات والمواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الراعي والقائد، يعني من وجهة نظر حسينية يعني بنحو موجز جناب الدكتور، يعني كيف قرأ الحسين الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القائد والراعي؟ الإمام الحسين عليه السلام حينما بدأت الثورة بدءا من مدينة ثم مكة ثم العراق كانت القيادة في قراراتها واضحة وشفافة جدا، لا سيما مع أتباعه، وأكبر دليل على أنه كان يتكلم بكلمات أنه سيذهب إلى أرض لا يحكم فيها وإنما سيكون شهيدا، فلذلك خاطب أصحابه في الليل في ليلة العاشر أن هذا الليل اتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بأهل بيته، فإن القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لتركوكم، وهذا قمة الشفافية والواقعية في قيادة الثورة أن يكون واضحا بين أتباعه حتى تكون المعركة على يقين من المقاتلين والمؤمنين، ولذلك كانت إجابات أنصاره وأصحابه القلة الذي بلغ عددهم ما يقرب 72 صحابيا قالوا له هيهات يا ابن رسول الله، ماذا نقول لرسول الله؟ أن نترك الحسين لوحده؟ وهكذا من الروايات التي كشفت أن القائد كان واقعيا مع جمهوره مع ثواره، كشف لهم نتائج المعركة لكي يكون القتال بإيمان وعقيدة صادقة، وهذا جدا مهم، يعطينا درسا في عملية صناعة القيادة وصناعة الأتباع، أن يكونوا على علم ويقين بالمنهج الثوري والقرارات التي تتخذ، ولا يكون الجمهور بعيدا ومغيبا عن القرارات القيادة. هذا درس في العلاقة ما بين القائد والثورة، ونحن في هذا اليوم بأمس الحاجة إلى قوة العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، يجب أن يكون واقعيا صريحا صادقا، فإن النجاة في الصدق، ولذلك نجد أن أنصار الحسين عليه السلام كانوا يقاتلون بكل شجاعة ويقين أنهم من أهل الجنة، وإن لم يحصلوا على إحدى الحسنيين سيحصلوا على الشهادة، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام في كل طريقه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء كان واضحا في سياسته ومواقفه، ولذلك هذه المقولة المعروفة إن القوم يسيرون وتسير المنايا معهم، فاسترجع الإمام الحسين عليه السلام يسأله علي بن الحسين في ذلك خيرا يا أبي؟ قال سمعت هكذا يقول المنادي، زين فاسترجعت، قال يا أبا لا نبالي إذا كنا على الحق، أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. المصداقية في العمل السياسي، المصداقية مع القيادة ومع الجمهور هي أحد أسباب نجاح الثورة وبقاء الثورة ومصداقية الثورة. للأسف الشديد نحن نفقد هذه المصداقية في زماننا. ننطلق من حيث انتهيت جناب الدكتور، وأحاول أن أقف مع حضرتك المبادئ التي منها انطلق الحسين لتسييج ثورته الإصلاحية،
ونتائج هذه المبادئ تارة يعني تكون على مستوى اللحظة، لحظة الانطلاق، وكذلك في التعاقب، يعني هل النتائج واحدة أم أخذت منحا آخر يعني بتعاقب الأزمان، وكيف استشرف المستقبل كذلك. سأعود لك جانب الدكتور، انتقل إلى ضيفي الاستوديو جانب الدكتور فائز الشرح، حياك الله من جديد. دكتور فائز، يعني هناك تسطيح يعني بحسب المعطيات التي نراها، تسطيح لوعي الثورة، وعي النهضة الحسينية في جانب الدواعي للثورة. يعني إذا ما أجرينا استبيانا عشوائيا يعني استقراء ناقصا لمن يعني يتجه للحسين عليه السلام، من ينتمي للحسين، تجد هناك تفاوت في استيعاب وفهم دواعي الثورة الحسينية. كيف تقرأ هذه الدواعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. جدد العزاء للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بهذا الحادث الجلل وهذا المفصل التاريخي في استشهاد أبي الأحرار صلوات الله عليه. وكذلك يعني أغبط نفسي وكل المنتمين إلى خط أهل البيت وإلى الحسين بمفخرتي ما سطره الحسين من ملحمة خالدة في وقفته العظيمة التاريخية تلك. طبعا العواطف والعقول هي التي تتجه إلى الحسين صلاة الله عليه، نعم. وتختلف العواطف وتختلف العقول، ولكن بالمعطى السطح الذي أشرتم إليه في هذا الموضوع دكتور، أن العاطفة لا تبحث عن الأدلة العقلية ما دامت متجهة إلى المحبة. المحبة أساس في هذا الموضوع، وهي كذلك على يعني سمت الإيمان، أحب الله من أحب حسين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن طبعا ليس الكثير ممن يمكن أن يعي يعني خطورة الحركة التي قام بها الإمام الحسين صلى الله عليه وعظمة تلك النهضة، يعني تلك النهضة التي لو لم تقم لما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، بصرف النظر عن قضية الاختلافات المذهبية بين المسلمين، أن وقفة أبي عبد الله صلى الله عليه في ذلك أعادت الأمور إلى نصابها وأحيت الإسلام بعد أن أراد يعني بنو أمية ولا سيما في الصفحة السفيانية أن يغطوا على هذا الإسلام وأن يمسخوه وأن يقدموا صورة أخرى لزعامة وملك بعيدة عن ما أراده الله تعالى وما أراده رسوله صلى الله عليه. فالدواعي كثيرة جدا، بعض مثلا يجد أن الإمام الحسين صلى الله عليه اضطر إلى هذه القضية مثلا اضطرارا، أو أنه حسب ما أشار سماحة الدكتور في قضية أنه لأن معاوية نقض هذا العهد، يعني أنه الإمام يكون خليفة في هذه القضية. لا، الإمام كان ممكن أن يتنازل عن هذه القضية كله، يعني ما يحتاج. لكن المبدئية في موقف الإمام الحسين صلى الله عليه، وهنا استعيد يعني أيضا التمهيد الحسني للثورة الحسينية، نعم. في هذه القضية الإمام الحسين لم يبايع معاوية، يعني رغم الصلح، وقد أصر معاوية على ذلك، ولكن الإمام الحسن أبى ذلك، قال له يعني الحسين لا يبايع حتى يقتل، وإذا قتل فيقتل أهل بيتي، وإن قتل أهل بيتي يقتل أهل الشام. فالقضية الإمام يترك بدون مبايعة، وكأنه كان يعني يمهد بذلك للدور الذي يقوم به الإمام صلى الله عليه وسلم. لا بيع في عنقه لمعاوية ولا شرعنة له، ولكن هنالك معاهدة، هنالك اتفاقية احترمها الإمام الحسين صلى الله عليه، على الرغم من أنه كان دائم النقد في بسياسة معاوية. يعني الرسالة التي وجهها إلى معاوية رسالة جوابية، ما مروان بن الحكم أرسل تقريرا إلى معاوية بأن هناك ناس يختلفون إلى الحسين وأنه نخشى أن يثب علينا. الإمام طبعا كذب هذه القضية بالرسالة، ولكنه انتقد هذه السلطة انتقادا لاذعا، يعني عدد جرائم معاوية، عدد كيف انحراف عنه، وقال أنا أعتذر إلى الله أني لا أثب عليك، يعني بهذه القضية هذه أنه أنا الآن أشعر نفسي مقصر أنني لا أثب عليك. المهم، فلكن وصول القضية إلى أن 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 يعني يستمر المشروع معاوية أو المشروع السفياني في أنه يمحو كل معالم الدين حيث يكون أمير المؤمنين، أو أن يكون الخليفة يعني أن يكون الخليفة هو أبعد الناس عن الشريعة الإسلامية وأبعد الناس عن العدالة، أبعد الناس عن الصلاح، تلك لا يمكن أن يقبل بها الإمام الحسين صلى الله عليه، وإن كان من البداية هو ضد هذا المشروع. فمن هذه الناحية أن الإمام صلى الله عليه لو قبل بذلك أو أدعن له أو سكت، حتى لو سكت، يعني معاوية كان يطلب السكوت، ما كان يطلب البيعة، لشرعنا هذا النظام. فثورة الإمام صلى الله عليه هي ثورة قائمة على أسس رفض الباطل
وطلب الإصلاح بعد هذا الانحراف الكبير والعودة إلى 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 الصفحة المحمدية البيضاء في هذا الموضوع. فلا يمكن مثلا أن يكون الإمام وهو على رأس على رأس النخبة أنا ذاك مصطلحنا الحالي اللي تمثل الصحابة وأهل البيت، هو كان على رأسهم يعني ماكو، ليس هنالك ابن بنت نبي مثله، ليس هنالك إمام معصوم مثله، ليس هنالك من هو حتى مرشح للخلافة مثله في هذه القضية، أنه يقبل أو يسكت أو 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 يقوم بحركة عسكرية. البعض مثلا يقول أن الإمام كان يريد يعني كان يخطط الإمام للنصر العسكري ومن ثم إسقاط الدولة، هذه لم تكن إن كانت بالإمكان تتحقق فالإمام كان جاهزا لهذا الخيار، ولكنه يعلم تماما أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق، ولكن ومع ذلك قدم نفسه وقدم هذه التضحية العظيمة ليخز ضمير الأمة ويعيدها إلى نصابها. هو أراد أن يحطم أصنام المادية التي سعى بنو أمية إلى نشرها، الرشا وشراء الذمم والقتل والغدر إلى غير ذلك، أشاعوا هذا الأمر أن السياسة المكافيلية اقتل واعطي وأثر البغضاء بين خصومك إلى غير ذلك. هذه السياسة لم تكن السياسة الإسلامية التي أرادها الله تعالى، ولم تكن السمت العدالة التي كرسه الإمام عليه الصلاة والسلام. بعد التضحية الحسينية هل تجد أن العقلية الأموية بفكرها وسلوكها بدأت تضمحل، أم القضية أخذت يعني مناحي أخرى في القراءة؟ لا يعني حاليا أم في البداية؟ العقلية الأموية هي العقلية السياسية وعقلية السلطة، السلطة النهمة للتسلط والاستئثار بكل كل الإمكانات، هذه سائدة للأسف يعني، وهذا النموذج هذا موجود. لكن دائما يعني الإمام الحسين صلى الله عليه قدم نموذج، وهذا النموذج محتذى عالميا سواء عرف الناس قضية الحسين أو لم يعرفوا بها، أنه مثل ما هنالك سلطة غاشم تستولي على كل مقدرات أي دولة أو أي أمة، هنالك معارضة مستعدة للتضحية بأغلى ما يمكن للوقوف أمام هذه السلطة، وهذه المعارضة قادرة على أن تسقط هذه السلطة وتقوض أركانها. بأهمية تأثيرها في المجتمع، وثورة الحسين صلى الله عليه أسقطت هذه الدولة. شوف أنت على سبيل المثال البعض يقول أن هنالك يعني 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 الآثار صارت مستقبلية بعيدة، أبدا قريبة جدا. الإمام الحسين صلى الله عليه حفز المسلمين على الثورة والتمرد في ذلك. عندنا يعني بعد ثورة المدينة كانت يعني 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 عادت القضية إلى أصلها، أصل خروج الإمام صلى الله عليه من المدينة اشتعلت الثورة فيها في هذه القضية، وانهار البيت السفياني. يعني الدولة الأموية دولتان، الدولة السفياني والمرواني. ولذلك الدولة المروانية يعني مثل وصية معاوية ما جرأت على دماء آل أبي طالب، ما درأت أدرى أهل البيت، لأن هذا الأثر سيحفز الأمة على المزيد من التضحية لإسقاط هذه الدولة في هذا فنحن في هذا المجال. فنحن إذن نعتبر أن السلوك الأموي هو سلوك للأسف سلوك غريزي للسلطة، تريد أن تستأثر بكل شيء وتريد أن تقضي على أي صوت معارض في هذا. وكذلك السلوك العقلاني والروحي، سلوك الإمام الحسين صلى الله عليه هو السلوك النبراس لكل قوة معارضة. لذلك نعتقد أن الإمام الحسين صلى الله عليه لا يمكن أن يكون سلطة، مشروع الإمام ليس سلطة، مشروع الإمام مشروع المعارضة التي تكف السلطة عن الظلم وتعيد الأمور إلى نصاب العدالة. ذكر جناب دكتور يعني في طيات حديثك أن العاطفة يعني لا يمكن أن تعقلا في مسيرها للحسين عليه السلام، لكن يعني أنا يعني وأنت تتحدث يعني تداعى لذهني يعني قول الله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دائرة البصيرة والوعي حتى في استدرار الدمعة، في قضية التعبير العاطفي، ألا تجدها يعني ضرورة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن أو الشخصية المعيارية، فلنقل هكذا الشخصية المعيارية المؤمنة المنتمية للحسين عليه السلام، كيف تتأرجح بين الفكر والعاطفة، بين التعبير العاطفي وبين السلوك القوي وبين الفكر كذلك على مستوى الاعتقاد؟ سأعود لك جناب الدكتور. دكتور محمد نور حياك الله من جديد، وتوقفنا عند فلسفة البكاء تجاه الحسين عليه السلام، كيف تقرأها؟ البكاء حقيقة مظهر من مظاهر يعني دلالات على ما يعني يكون في داخل الإنسان في قلبه. يعني فلسفة البكاء والضحك هي من الفلسفة التي يتحكم بها المولى سبحانه وتعالى، هو الذي يعني أضحك وأبكى. فالضحك والبكاء حقيقة من الفلسفات التي هي تتحكم بها المشاعر الغيبية. أنا حينما أحزن
لا أمتلك عواطفي إلا الدموع حقيقة تفيض على عيني، وهذه الدموع حقيقية التي يعني تعبر عما في داخلي. البكاء باتجاه الإمام الحسين عليه السلام هذا أعتقد من القضايا التي يعني جرت عند الكبار العلماء وكبار الصالحين وكبار المصلحين وكبار الأولياء، لا سيما سيد الأولياء وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما والحديث يعني في المسانيد أيضا موجود، عندما جاءه الملك يخبره عندما رآه الصحابة وأم سلمة كان يعني اهتم اهتمام كبيرا في الإمام الحسين عليه السلام، وجاءه الملك يخبره بما سيحدث على هذا الإمام، وبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سيؤول إليه الأمر للإمام الحسين عليه السلام. إذن البكاء يعني هو تعبير، تعبير داخلي، تعبير قلبي، تعبير عاطفي على كل من أحب. لهذا عندما فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم وبكى النبي، أحد الصحابة قال له: يا رسول الله أتبكي وأنت نبي؟ كأنه يستغرب يعني. قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن البكاء موجود يعني أنبياء ورسل، ودخل آخر أيضا رجل بدوي أو يعني من البادية، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاعب الحسن والحسين عليهم السلام، وقال: يا رسول الله إن لي 12 ولدا يعني ما داعبت أحدهما ولا قبلت أحدهما. قال: ماذا أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذن البكاء رحمة، البكاء في القلب رحمة. أتذكر الأبيات شعر جميلة للإمام الشافعي وهو كان في مصر، وعندما كان الحديث عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كتب قصيدة وهي رسالة طبعا، قال: تأوه قلبي والفؤاد كئيب وأرق نومي والسهاد عجيب، إلى أن يقول: فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، ذبيح بلا ذنب كأن قميصه، صبيغ بماء الأرجوان خضيب، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب، وغارت نجوم واقشعرت كواكب وهتك أستار وشق جيوب، يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن ذال عجيب، لأن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب، هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب. إذن العلماء الكبار أهل الصلاح أهل المعرفة كل ما كان متعلقا بسيدنا رسول الله من الرعيل الأول وإلى يومنا هذا، إذا ما مر على ما وقع على أهل البيت وعلى سيدنا الحسين عليه السلام وأهل بيته أعتقد لا يمتلك إلا أن يبكي. سيدنا السيد الألوسي، سيد عبد القادر الألوسي، عندما مر على هذه الحادثة أنشد قائلا: جمدت عيونك إن بكيت اليوم ما، إذ لا يليق لهم بكا إلا الدماء. عجبت أن تبكي عيونك أدمعا ومصاب أهل البيت قد أبكى السماء. إذن المصاب الذي وقع على أهل البيت حقيقة ليس مصابا عاديا يجعل المؤمن أن يمر مرور الكرام. كل أئمة الصلاح وأئمة الهدى وأئمة النور ممن كتبوا وألفوا في الإمام الحسين عليه السلام، عندما يعني تقرأ لما كتبوا ولما حقيقة آثروا ولما تأثروا على هذه الحادثة الكبيرة، تجد حقيقة هناك دموع قد سالت على الإمام عليه السلام. بالمقابل جناب الدكتور، يعني نجد يعني يطالعون التاريخ بجملة من الرجال الذين أيضا بكوا لكنهم كانوا يعني في الطرف المعادي للحسين عليه السلام. هنا يعني نحتاج إلى وقفة، وإلى يعني القضية هي خطيرة بمستوى أننا اليوم، عفوا للإيضاح أكثر، أننا اليوم يعني إذا أردنا أن نبكي الحسين فهل يكفي أننا نبكي وقد يكون بكاؤنا كبكاء من كان يعني بالطرف الآخر؟ طبعا البكاء هو رسالة وتجسيد لما يعني يجده الإنسان. طبعا الأعظم أن تكون مصلحا، أن تكون صادقا، أن تكون وفيا، أن تكون مسلما محمديا على منهاج النبوة، على المحمدية البيضاء التي استشهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، هذا طبعا أكمل.
لكن أقل ما يقال أن أتأثر لهذا المصاب لمصاب سيدنا رسول الله. أنا حقيقة قرأت لأبي الثناء الألوسي في تفسير سورة محمد في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طبعا يتحدث عن حادثة الإمام الحسين عليه السلام بالتفصيل. ثم يذكر أن أهل السنة انقسموا في يزيد إلى أقسام، فمنهم من يعني ينظر إليه على أنه فاسق، ومنهم من ينظر على أنه ارتكب من الجرائم والأفعال الشنيعة ما يكفي أن يكون من الظالمين، ومنهم من يراه أنه يستحق اللعن. أما هو الآلوسي فيتحدث في نهاية المطاف فيقول: أما أنا فأقول ألا لعنة الله عليه وعلى أتباعه وأنصاره وأشياعه ومحبيه ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين. هذا نص كلام الآلوسي في تفسيره في سورة محمد. إذن أنا أقول حقيقة الذي يعني رضي بقتل الإمام الحسين، وهذا قول أهل السنة في كتبهم، من رضي بقتله أو من سكت عن هذه الجريمة الشنيعة فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ما وقع على أهل البيت عليهم السلام حقيقة من الظلم والاضطهاد، أنت لك أن تتخيل بعد سنوات قليلة أن تتحول أن يتحول أهل البيت يعني بأولادهم بنسائهم برجالهم إلى أسارة في الصحاري، وهذا لم يمضي إلا يعني زمن قليل. أنا حقيقة قرأت كثيرا من وصايا سيدنا رسول الله وأحاديثه الصحيحة بأهل البيت، ودائما قلت كنت أتساءل في نفسي لماذا يوصي النبي، يعني في صحيح مسلم سيدنا محمد يقول يعني اسم تركت فيكم الثقلان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، إلى كلام طويل يقول وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، لم ذلك إلا المودة في القربة. يعني هذه الوصايا والقرآن يقول لسيدنا رسول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبعا أتساءل في نفسي كباحث وكأي باحث من الباحثين لماذا هذه الوصايا وهذه الآيات القرآنية وهذه الدلائل وهذه الأحاديث تتجلى ذلك حقيقة حينما وقعت المصائب على أهل البيت عليهم السلام. هذا يعني أن يعني كأن هذه النصوص استشرفت ما سيحدث. أحسن. كأن الحبيب مصطفى ينظر إلى ما سيحدث على أهل بيته من مصائب كبيرة، وكان يوصي أمته بأهل بيته خيرا: الله الله في أهل بيتي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. وفي حديث آخر يقول: نبأني العليم الخبير عن القرآن العظيم وعن أهل البيت أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ومن في حديث آخر: من تمسك بهما بالقرآن وبأهل البيت لن يضل بعدي. اليوم حقيقة نرى الهجمة الكبيرة على القرآن الكريم، ونرى أيضا عدم تجسيد منهجية أهل البيت عليهم السلام تجسيدا واقعيا. نحتاج اليوم من حكوماتنا، مؤسساتنا، من دولنا، من مجتمعاتنا أن نحول حقيقة مشاعر الحزن على الإمام الحسين عليه السلام إلى واقع عملي بالعدل، بالإنصاف، بالرحمة، بالسلام، ببناء المجتمعات، وحقيقة أن نبعث هذه الرسائل إلى عالم البرزخ وعالم الغيب أننا نمثل هذه الثلة الطيبة المباركة ولو بقدر على قدر قوتنا وقدرتنا. طيب دكتور، يعني أشرت في حديثك ولا سيما أتوقف عند البيتين يعني الذين قرأتهما للسيد عبد القادر الألوسي، وأشار فيها أن السماء بكت دما وأنت تبكي ماء، فهذا لا يليق يعني بهذا المعنى. التفاعل الكون مع هذه الحادثة، يعني كيف تقرأ تفاعل الكون وما وجهتها ووصلتها، ما المغزى من ذلك؟ سأعود إليك جناب الدكتور. مشاهدي الأكارم، نتوقف عند هذه اللقطات الحية من كربلاء المقدسة ونتابع إن شاء الله هذه الحلقة. حياكم الله من جديد مشاهدي الأكارم، وما زلنا في رحاب أبي عبد الله الحسين في العاشر من المحرم. أعود لأضيف في ضيوفي جناب الدكتور الشرع الشخصية المعيارية المتفاعلة مع الحسين عليه السلام، وأنا يعني أتوقف عند كلمة للسيد محمد باقر الصدر يعني يشير فيها أن
ثمن دم الإمام الحسين عليه السلام الذي هو أغلى دم سفك في الإسلام أن يبقى دافعا ومطهرا ومنقيا ومحفزا للأمة، يعني بهذا المعنى عبر الأجيال. يعني من هذه الزاوية، من هذه النافذة، الحديث عن شخصية يعني معيارية تنتمي للحسين عليه السلام، ما الصورة التي ينبغي أن تكون عليها؟ يعني إذا أخذنا بالمقولة أن الحسين يعني عبرة وعبرة، هذه هي المعيارية. نعم. يعني أنت لا تكون عقلانيا متجردا من العاطفة، ولا تكون عاطفيا متجردا من التفكير العقلاني الذي يعني لنقول يضيء هذه الثورة أو يكشف شيء من أسرارها. ويعني نتحدث عن العاطفة في هذا الموضوع وأهميتها. العاطفة أساسية. نعم. يعني البعض ربما لا يريد للمراسيم أن تكون لهذه يعني الشعائر، أن لا بالعكس، يعني هي التي حفظت هذه الثورة. نعم. الشعائر والعاطفة هي التي حفظت هذه الثورة. بصراحة البعد العقلاني يجرد الموضوع تماما، وقد يعني يعني يكون فكرة من باقي الأفكار التي ممكن أن تنتهي. يعني دكتور، عفوا، هو العقلاني ليس بالمعنى الفلسفي وعمق البعد. نعم. العقلاني، أنا أقصد مثلا دائرة العاطفة والتعبير العاطفي، يعني ألا ينبغي أن يكون منسجما ومتفقا مع دائرة الوعي، يعني ليس اتباعا هكذا عرفيا، اتباعا للجماهير، حشرا مع الناس كما طبعا يعني كما يقال. لا، هي يعني ينبغي أن يعني تتسم العاطفة لا تتسم بالوعي. يعني العاطفة لوحدها ممكن أن تكفي. لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. فالعامل العاطفي عامل أساسي في استذكار الثورة. نعم. أو في تلبس حالتها في هذا الموضوع، وهي بصراحة حالة مأساوية كبرى. يعني نعم. لا يمكن لمن يحس حتى فاقد العقل يعني إلا أن 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 ينجذب إليها. لكن هنا قضية الموازنة في هذا الموضوع. نعم. إحنا لا نشكلن المراسيم أو نذهب بعيدا باتجاه أن نقدم يعني كل جديد وكل شيء ممكن أن يضيف إلى هذه. نعم. المراسيم ويعززها، وننسى القضية الأساسية. يعني إحنا ما ممكن أن تكون هناك مراسيم قد تصطدم بالشريعة، يعني مثلا في بعض الأحيان. نعم. ما تحافظ عليه الشريعة يجب أن تحافظ عليه تلك المراسيم. ذلك مثلا المرجعية العليا. نعم. مثلا حثت على قضية قامة الصلاة في أوقاتها، حثت على قضية التزام يعني التزام الحجاب والتزام غير ذلك، والتزام الإنسان بما يمكن أن يكون من جزع مسموح به، لا الجزع الخارج. نعم. عن إطار العقلانية في هذا أو إطار الشريعة في هذا. نعم. فالذهاب باتجاه العاطفة فحسب أو باتجاه يعني لنقل قضية استشعار المأساة نفسيا فحسب انفعاليا دون العودة إلى أصل الثورة، هذا بصراحة ينحرف عن طريق الثورة. يعني ولذلك مثلا الآن بعض الصراعات اللي صارت وبعض المودات وبعض الموجات وبعض الألبسة وغيرها والممارسات التي يعني لا تليق بثورة الإمام الحسين، هذه ممارسات تنتهي يعني وتخرج من هذه الدائرة. الإمام الحسين صلى الله عليه، هذه يعني احنا ناخذ بنظر الاعتبار أننا نتبع الشخص الذي نحب ونأتمر بأمره. هو الذي أوصى، يعني أوصى بحفظ الكرامة، لا تشقي عليه جيبا ولا خمرا ولا يعني وغير ذلك، كل أمور الجزع التي تخرج من دائرة الشريعة الإمام لا يقبل بها. ولذلك يجب أن تكون هذه العاطفة محافظة على الحرارة، محافظة على الإطار الحزني الذي المسموح به، وإحياء الذكرى. لذلك يعني شوف أنا يعني المجلس الحسيني فيه نوع من أو قدر من الموازنة، فيه الأذى والقراءة وفيه الجانب اللطم والبكاء والنوح، هناك توازن في هذا القضية. نعم. عاطفة مطلوبة جدا ولكنها عاطفة غير منفلتة، هذه واحدة. العقلانية مطلوبة لكن يجب أن تطرى أو تلين بالعاطفة. مع فكرة الموازنة بين القضية، ليست قضية موازنة، يعني أود أن يعني أطرح من هذه الزاوية أنه ينبغي أن تكون المنطلقات واعية ومدركة للحقيقة، ثم بعد ذلك يمكنك أن يعني تفعل ما تشاء من تعبير عاطفي ينسجم مع هذه مع المنطلق الواعي. قضية الموازنة أين تكمن؟ قضية الوعي أين تكمن في هذه المسألة؟ إحنا هذا يعني هذه المواساة لأهل البيت في هذا الموضوع. بصراحة يعني أنت قد ما تستطيع، شو يعتبر قضية الافتداء أو قضية التكفير عن ذنب. هذه الجماعة الضالة، هذه الجماعة المتوحشة التي قامت بهذه الجريمة تستحق أن تلعن دائما وتستحق أن تستذكر دائما،
ويستحق من ارتكبت الجريمة بحقه أن يرى آثار تلك الجريمة والمأساة. نعم. ابن بنت النبي أعظم شخصية موجودة في الوجود في هذا الموضوع. نعم. أصلح الناس، أصدق الناس، أبرأ الناس من أي ذنب، يقتل بهذه الطريقة، يقتل يعني لو كان كافرا ما سمح بقتله بهذه الطريقة، طريقة متوحشة يعني متوحشة جدا في هذا الموضوع، هذه تحتاج إلى ما يكافئها من حزن وإبداء المأساة. يعني ما ممكن أنك مثلا هذا الإنسان لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، المسعور كلب، ومع ذلك أنه يمثل بالإمام، يقطع إربا يمثل بأهل بيته وتسبى عياله وهو على رأس الأمة الإسلامية، وهذه أمة بصراحة لا تموت. دكتور دعنا نتوقف عند هذه، يعني أي شيء كشفت هذه المأساة؟ يعني ما البوصلة التي كشفتها؟ ما القضايا التي يعني رفعت الستار عنها آنذاك، عن السلطة أو عن المجتمع؟ سأعود إليك جناب الدكتور، أنتقل إلى باب الدكتور ميثاق الخفاجي، حياك الله من جديد. وتوقفنا عند المبادئ النهضة الحسينية والنتائج إذا ما قرأت تارة يعني في لحظة انطلاق الثورة، وأخرى إذا ما تحدثنا عن هذه النتائج وفقا للتعاقب الزمني وآفاقها المستقبلية. نعم، تفضل جناب الدكتور. بلي، طبعا الاستشراف المستقبلي للثورة وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إليه أيضا القرآن الكريم لمن له نية صادقة في فعله، كما في قوله تعالى واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. هذه هي النتيجة، الفلاح مع الصبر والمصابرة والمرابطة والثبات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى هذه القضية، ولذلك كان الحسين متهيئا لنتائج هذه المعركة، ولذلك ما نجده اليوم هو من فلاح لثورة الإمام الحسين عليه السلام. فلذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكره إن في قلوب المؤمنين لحرارة لا تبرد أبدا للإمام الحسين عليه السلام. هذه أيضا من الاستشرافات، أن هذه الثورة ستفجر الطاقات في قلوب المؤمنين الصالحين الذين سيحملون هذه العاطفة إلى الأجيال. ولذلك نجد أنه هذا نوع من الاستشراف المستقبلي، وهو أيضا دعوة للاستمرار برفع شعار قضية الإمام الحسين، بيان فلسفتها للأجيال المستقبلية. وهكذا أيضا قول السيدة زينب سلام الله عليها للإمام زين العابدين عليه السلام، وخطابها أيضا ليزيد في الشام، اسعى سعيك وجاهد نصبك فوالله لا تمحو ذكرنا. وهكذا كما ذكرنا للإمام زين العابدين، إنها هنا سيرفع علم لهذا الطف. وهذه كلها استشعارات لنا جميعا وللأجيال حتى قيام الساعة على لزوم أن نحمل رسالة وفلسفة ثورة الإمام الحسين. نعم. وهذا الاستشعار بالحقيقة يثبت لنا مجموعة من المبادئ الأساسية لنتائج الثورة. أولها شعور الزائر بالمسؤولية اتجاه شعبه، والشعور بهموم هذا المجتمع وما يتعرض له، لأن الإمام الحسين عليه السلام الأصل الأساس الذي جعله يخرج هو الإصلاح، العدالة، وهو أصل وجود هذا الكون القائم على العدالة، لأنه هو مقصد الله سبحانه وتعالى. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما، وإنما خرجت للإصلاح، والإصلاح هو أحد أسس العدالة. فلذلك حينما نأتي هنا ونحن في هذا الجيل والأجيال التي بعدنا نتحمل مسؤولية أن نحيي هذه الشعائر أبدا مهما كانت الظروف السياسية، الاقتصادية، الصحية أيضا. نعم. هذا الاستشعار سيجعلنا نتعامل على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم. فقضية الاستشراف المستقبلي ليس قائم على أساس العاطفة فقط،
والدمعة فقط، وإن كان هي أحد أسس نشر الفكر الإسلامي لبيان ظلامة الإمام الحسين وأهل البيت صلاة الله تعالى عليه، وإنما نركز على قضية العبرة التي هي من أهم الاستشرافات المستقبلية للثورة الحسينية. فكل زائر الآن نجده من كل دول العالم، المتحدثون من مختلف المذاهب، إنما حركهم هذا الاستشراف أن قضية الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين إنما هي تشعر الزائر والمتحدث والسامع والمتكلم بمسألة الشعور بهموم طيب من الأمة هذه جناب دكتور من هذه النافذة المصرية. دكتور ميثاق، نعم، من هذه النافذة إذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة العلاقة بين القائد والمتبعين له، بين القائد والثوار، أقف عند هذه المفردة وسأعود إليك جناب الدكتور. مشاهدي الأكارم، نتوقف عند هذه المشاهد الحية التي نتلقاها من كربلاء المقدسة ثم نتابع إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدي الأكارم، وفي رحاب الحسين عليه السلام نتحاور، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن نوفق لنكون من المقبولين في ركب الحسين عليه السلام بالكلمة الصادقة إن شاء الله تعالى. أعود لضيوفي في الاستوديو جناب الدكتور النوري. توقفنا عند تفاعل الكون مع هذه الحادثة، ونافذة أن الكون يتفاعل مع الحوادث التي تجري على الصالحين، وهناك إشارات طبعا وردت مثلا على سبيل المثال في القرآن الكريم ما بكت عليهم السماء ولا الأرض مع يعني قوم فما فرعون بكت عليهم السماء فما بكت عليهم السماء. في المقابل يعني هناك من تبكي عليهم السماء والأرض. كيف تقرأ تفاعل الكون مع حادثة كربلاء؟ المؤمن هو العنصر الأقدس عند الله سبحانه وتعالى، وهو المخلوق الأكمل الذي أراد الله منه أن يحمل الأمانة، أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة وهذا هو حقيقة محور كبير هو التي حملها الإنسان من الطراز الأول، هم الأنبياء والرسل ثم وراث الأنبياء والرسل ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. وهذه الأمانة تتجسد حقيقة في الإصلاح، في السلام، في الرحمة، في العفو، في الرسالة المحمدية كاملة. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام واضح في كلماته: لم أخرج أشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت من أجل الإصلاح في أمتي جدي المصطفى، أني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا حقيقة هو المحورية الكبرى التي يجعل الإنسان حقيقة منسجم مع حركة الكون. هذا من جانب. من جانب آخر، الذي يستحق أن يكون خليفة في الأرض هو من حمل لواء التسبيح والتقديس. الملائكة حينما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وأهل البيت عليهم السلام حقيقة تجسد فيهم هذا المعنى تجسدا كبيرا وواضحا، فهم الأعلى والأعلم والأقدس في التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى ومعرفة المراد. طبعا التسبيح أن تكون مسبحا باللسان هذا شيء مما يتبادر للذهن، لكن الأعظم أن تكون منسجما مع مراد الله في إقامة الخلافة في الأرض، أن يكون المؤمن على بصيرة عالية في معرفة المراد. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام هناك من العارفين بالله من أهل التصوف يقولون هو هذه ليست ثورة وإنما هو قيام بأمر الله، لأنه يعرف المراد منه كوارث محمدي وكإمام. وسيدنا محمد واضح في حديثه: الحسن الحسين إمامان قام أو قعد، بمعنى أنه هو إمام حكم أو لم يحكم، هو إمام بالإصلاح يعني كان خليفة للمسلمين أو لم يكن، هو ناشر للهداية والعدالة. وكما أشار الدكتور في بداية الأمر أنه هو أعلى من موضوع سلطة أصلا، هو الرسالة النبوية هي إصلاح للسلطات، إصلاح للحكام. والإمام الحسين عليه السلام أراد حقيقة أن يقدم هذه الرسالة، وهي رسالة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، للأمة أجمع أن تكون مصلحة، أن تكون محسنة، أن تكون قائمة بأمر الله، أن تكون كما أراد الله في قرآنه وكما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عبد وإمام وسيد وقائد بهذه المرتبة وهذه المنزلة المنسجمة مع حركة الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهو المسبح لله مع أهل بيته والمستجيب لأمر الله وأمر رسوله في قرآنه وسنة نبيه، بلا شك أنه تبكي عليه السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض هذا للمجرمين والظالمين. والقشيري في تفسيره يقول مفهوم المخالفة أن المؤمن يبكي تبكي عليه السماء والأرض، وفي حديث النبوي المؤمن يبكي عليه موضع سجوده من الأرض وموضع رفع عمله من السماء. وأي عمل أعظم وأي سجود أقدس من سجود أولئك الثلة الذين فهموا حقيقة المرادة وفهموا الخطاب من قبل الله سبحانه وتعالى ليكونوا سادة للأمم بكل ما قدموا. أن يكون حقيقة الإنسان صانعا للأمن بالكلام هذا شيء بسيط، أو يعني ممكن أن يقال من كثير من دعاة الأمن والأمان في الأرض. وأن يكون الإنسان صانعا للرحمة بكلماته ربما هذا يسير. وأن يكون الإنسان صانعا للإصلاح وصانعا للعدل واقفا أمام الطغيان مجرد بكلمات، وهو يجلس في بيته يكتبها بقلم وقرطاس، ربما هذا موجود في كثير، لكن أن تخط هذه الكلمات، كلمات الإصلاح وكلمات العدل وكلمات الرحمة وكلمات التضحية، أن تخط هذه الكلمات بأقدس وأطهر دماء عرفتها البشرية، وهي دماء أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العظمة. فكيف لا تبكي عليهم السماء وكيف لا تبكي عليهم موضع سجودهم من الأرض؟ إذن تشهد الكون يشهد يعني. كل الكون يشهد. وأنا أقول حقيقة هنا مظهر يعني حضرني قبل قليل. نعم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه آية. وفي سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أقول لكل من يسأل عن حياة الشهداء فلينظر إلى شهادة أهل البيت وشهادة الإمام الحسين، كيف تحول الإمام الحسين بمنهجه حيا في قلوب المحبين في الأرض جميعا، كيف تحول الإمام الحسين عليه السلام حيا في مقصده وحيا في دعوته وحيا في الأمر الذي أراده وحيا في النهي الذي أراد للأمة أن تقف عنده. حياة الشهداء حقيقة لها مصاديق ولها صور مشرقة. أنا أقول لمن يسأل عن تفسير هذه الآيات فليقرأها من خلال شهادة أهل البيت. طيب جناب دكتور، نتوقف عند يعني مكانة الإمام الحسين عليه السلام عند المسلمين، كيف نظر المسلمون إلى الإمام الحسين تارة يعني على مستوى شخص الإمام الحسين وعلى مستوى ما قدمه وترشح عنه عليه السلام. دكتور فائز، المأساة الذي حصل في كربلاء كشف لنا يعني كثير من القضايا المستورة، ماذا كشفت كربلاء؟ كشفت الكثير إذا أخذناها بالبعد الزمني عن ذاك. يعني أولا كشفت يعني السلطة الغاشمة، وأنها أولا سلطة لا تعترف بمواثيقها، ولا تحترم الإنسان يعني أي إنسان كان، ولا تحترم مكانة الإنسان، وهي تعادي الصلاح وتعادي الإيمان مثلا بالإمام الحسين صلى الله عليه. وكشفت كذلك عن ضعف هذه السلطة سياسيا، يعني دائما السلطات التي تلجأ إلى القمع ولا تلجأ إلى الاستيعاب والحوار هي سلطات ضعيفة، يعني مع أنها تبدو قوية لكن هاي السلطات هي تقطع آخر حبل أو آخر خيط بينها وبين الجماهير عندما تستعمل القتل والدماء إذن أنت لم يبقى بينك وبين الجماهير هناك عقد. يعني إحنا مثلا لو أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك نظام ديمقراطي وانتخابي، هذه السلطة لا يمكن أن تنتخب، هاي قتلت الناس في هذه القضية. وكذلك يعني قرنت معايشهم بالخوف والإرهاب في هذا الموضوع، فكشفت زيف السلطة من هذا، كشفت لا إسلامية السلطة، هذه يعني سلطة لا غير مسلمة أبدا، وتجرأت على الإمام الحسين صلى الله عليه، تجرأت على قبر النبي وعلى المدينة، وتجرأت على أعراض المسلمين، وتجرأت على البيت الحرام، ما بقى شيء ما فعلته، كشف الإمام عوراتها جميعا. الأمر الآخر أيضا كشف خواء الأمة، يعني المشكلة الكبيرة أنه هذا المجتمع لا مجتمع بمعنى الذي يعني يخاف ويخشى أو أنه يعني يطبع بشيء مكتسب فيمكن أن يحجم عن نصرة، ولكن أن يقدم على جريمة هذا يعني بهذه الطريقة، هذه الآلاف المؤلفة تقدم على جريمة نكراء. والعجيب في الأمر أنه هذه الآلاف المؤلفة من الذين يعني
زاغت أبصارهم وظلوا ضلالا كبيرا، لم تكن تعلم في البداية أن الهدف هو قتل الإمام الحسين. يعني فيما بعد عرفت، هي كانت تخرج على أساس أنها جيش عمر بن سعد، ومع ذلك هذه لا تقف. الإمام صلوات الله عليه يقدم لها، يعني نرجع على العقل والعاطفة، البراهين القرآنية، نسبة انسبوني من أنا، يعني في قضية قربة من النبي، يأخذ الصورة السيميائية، يأخذ عمامة النبي وفرس النبي ولباسه غير هذه القضية، يتحدث ياهم بالبعد الواقعي انه هاي كتبكم ارسلت الي وكتب زعمائكم ارسلت الي، وكان الامام استحضرها وياه للتوثيق ايضا في هذه القضيه. ياخذ البعد العاطفي في بعض الاحيان، انه يعني اذا انتم كقوم رافضين احنا نرجع، اذا كان هذا رفض يعني في هذه القضيه ما مقبلين. حتى في مشهد الرضيع، شوف مشهد الرضيع، وهذا المشهد الوحيد اللي حرك شيء من العاطفه، يعني يعني اسقوا هذا الرضيع معنا، بس هو اسقوا لا تسقونا احنا. فشوف معسكر ابن سعد يتزعزع يقول يا ابا هسه اسقوه، مو رحمه هسه، ما الذي سيفعل هذا الرضيع اذا سقي؟ والبعض يقول هذا الرضيع مسكين. تاتي هذا، يعني هذا الرجل اللي هو ابن صحابي عجيب، يعني هذا عمر بن سعد يقول يا حرمه لا اقطع نزاع القوم، ويقتلون الطفل بهذه القتله الشنعاء ولا مستنكر في هذا الموضوع. الامام صلوات الله عليه يعني كأنما مثل هذه الصورة، يعني باستشراف مستقبلي عندما قال هذه الخطبة العظيمة، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات. فعلا هؤلاء ذئاب يعني، فيملأنا منها أكرشة جوفا وأجربة سغبة. طبعا صورة بلاغية عظيمة لهذه القضية، لكن هي واقعية منطبقة. يعني ربما هذه الناس لو كانت يعني حيوانات ما أقدمت على ذلك، ما أقدمت على، والإمام سبق الإحسان إلى هذا الجيش بأنه سقاهم الماء. فعموما كشفت يعني ما سأله الإمام الحسين صلى الله عليه الإمام علي بن أبي طالب صلى الله عليه، قال له ما آفة الإيمان يا أبا؟ قال الطمع. المشكلة طمع هؤلاء القوم، طمع بحكم، طمع بمكسب، طمع بخمس دراهم يعني زيادة، دول انطوهم خمس دراهم حتى يطؤون يعني صدر الحسين بالخيول الأعوجية. انظر إلى هذه القضية، فكشفت. ولذلك يعني صورة كربلاء هي ما كشفت سلطة فقط، وإنما كشفت مجتمع استحق هذه الويلات. ويلات كثيرة حصلت بالمجتمع، مذابح كثيرة ودماء كثيرة واقتصاصات كثيرة، لأن هذا المجتمع دنس من الداخل. يعني بالضبط مثل بني إسرائيل احتاجوا إلى تصفية دموية حتى يتطهروا، وحصلت هذه التصفية الدموية، وجاءت الصفحة الأخرى، صفحة الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم، كي يبني البناء الروحي الباطني فيما قدمه كف الإمام عن العنفية والصدام، وبدأ يقدم الدرس الروحي في مناجياته وفي أدعيته في صحيفة السجادة أو في رسالة الحقوق. يعني رسالة الحقوق أيضا رد على الحقوق المنتهكة، لا من السلطة فحسب وإنما من المجتمع. هذا المجتمع مو فقط يرضى بالسلطة، المشكلة أنه لا مالأها وناصرها. يعني يحمل رأس الإمام بعد هذه المقتلة العظيمة ويصل إلى دمشق، ولا نجد إلا هبات هنا أو هناك تحاول انتزاعه، ورأس ابن بنت النبي يعني في خلافة، هي خلافة مسمات خلافة إسلامية، يرفع في هذا ويتشفى به على منظر الناس، وهذا يدعى خليفة، ولا تهب ثورة عظيمة في هذا الموضوع. كشف الجهل الإمام، الجهل أيضا كشف. دكتور، كان هناك ناصح ومناصر ومتخلف عن الإمام ومعادي، هؤلاء الأربعة، هذه يعني هذه الظاهرة التي تعامل مع الإمام الحسين عليه السلام، أود أن أقف عند كل فرد من هؤلاء، عند الناصح ما الذي قدمه وكيف نظر الإمام الحسين على مستوى العقدي، المناصر كيف نظر له، المتخلف لما تخلف يعني لم يكن مع هذه الزاوية ما موقفه، كذلك المعادي كيف نظر الإمام الحسين عليه السلام. فضلا عن ذلك أن يعني أنا أعبر أن حرارة النبي ما زالت يعني وطأتها يعني حاضرة في أجساد الأمة الإسلامية، كيف لهذه الأمة تقوم بهذه الجريمة الكبيرة وهذه الجريمة الشنعاء؟ أعود إليك جناب الدكتور. دكتور ميثاق الخفاجي، توقفنا عند طبيعة العلاقة بين القائد وبين متبعيه وبين الثوار، وكيف يمكن أن تكون هذه العلاقة علاقة سامية، العناصر التي ينبغي أن تتسم بها لتكون علاقة مقبولة وسليمة على يعني على خط الاستقامة. نعم تفضل.
نعم، بالنسبة للعلاقة الثورية بين القائد والثوار كانت علاقة واضحة، يعني حينما منذ بدء المسيرة وخطابات الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه تؤكد على أن النتيجة هي القتل والشهادة في ذلك، وأنه قرار محتوم لن يتراجع عنه الإمام الحسين. هذا كله لكي يكشف حقيقة مسيرته لأصحابه وأنصاره وحواريه، وهذه تعطي دلائل على أهمية أن تكون القرارات واضحة بالنسبة إلى القائد مع الثوار والحواريين أو الخاصة الذين يحيطونهم. ولذلك في كثير من الخطابات في المسير كان يعطي دلالات وإشارات أن يتفرقوا عنه، أن يذهبوا عنه، ولكن كانت خطاباتهم تكشف عن قوة الإيمان والاعتقاد بقضية الإمام الحسين عليه السلام. يعني مثال على ذلك زهير بن القين، هذا الرجل الكبير الذي يقول: يا ابن رسول الله، والله لو قطعت، لو مت ثم قتلت ثم نشرت 1000 مرة ما تركتك يا ابن رسول الله. وهكذا مسلم ابن عوسج أيضا يقول هذا الكلام ليكشف حقيقة الارتباط العقائدي المطلق بقيادة الإمام الحسين باعتباره مصلح حقيقي يحمل أهداف الرسالة الإسلامية لمحاربة الفساد وإقامة العدل في دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نلاحظ أنه كانت هناك علاقة وثيقة ما بين القائد وأنصاره، وهذه هي السيرة التي سار عليها أهل البيت دائما ورسول الله صلى الله عليه وآله، أنهم يعيشون كأي فرد من أفراد المجتمع في كل ما يمر به المجتمع، كما يروى عن الإمام الحسن حينما يوصف يقول: كان فينا كأحدنا. وهكذا الإمام الحسين حينما كان يسأل معاوية، أحدهم سأل معاوية: أين نجد الحسين؟ قال: تذهب إلى مسجد رسول الله تجده جالسا على الأرض مع حلقة كذا وكذا، يبطي المواصفات الخاصة بالإمام الحسين. يعني كانت القيادة قيادة كما يسميها بعض العلماء شعاعية، قيادة تتناسب مع كسب المجتمع، تتناسب مع طبيعة احتواء الأنصار، وأن يكون معهم واقعيا من دون مثاليات ومن دون خرافات في القرارات التي يتخذها أو أكاذيب. ولذلك نلاحظ أن الأنصار كانوا بأعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب الطاعة للإمام الحسين عليه السلام. يعني السيدة زينب عليه السلام حينما تطلب من الإمام الحسين أن يستخبر أصحابه قد يسلمونه عند المعركة، فيقول لها الإمام الحسين عليه السلام: ما وجدت منهم إلا الأشوس إلا كذا، يبين قوة أن الإمام اختبر القاعدة التي سينطلق منها لمحاربة بني أمية في كربلاء. ولذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان يمثل القيادة الإسلامية الصحيحة الذي يحمل أهداف حقيقية ويعلم الأصحاب بهذه الأهداف. ولذلك هذه قضية جدا أساسية، وهي درس لنا جميعا أن القيادة يجب أن تكون واقعية وصريحة مع جمهورها حتى يكون الجمهور على علم في حركته وفي اندفاعه وفي اتخاذ القرارات لعملية الإصلاح مع القائد. هذه من أهم المبادئ الأساسية التربوية في القيادة السياسية والقيادة الثورية المصداقية. نعم، توصيف المصداقية. نعم دكتور، يعني توصيفك لمن يتبع القائد، يعني لو ماذا تحدثنا عن الحسين عليه السلام، طبيعة اتباع من يدعي الانتماء للحسين. أنا لا أتحدث عن لحظة عاشوراء، فهي يعني ضربت لنا أروع المثل، الذين ذابوا بالحسين حبا وعشقا حتى قال الإمام الباقر عنهم أنهم لم يذوقوا ألم مس الحديد من ولههم وعشقهم للحسين عليه السلام. أتحدث عن هذه اللحظة، عن اللحظة التي أنا فيها الآن وأنت فيها، والذين يعني يتجهون صوب كربلاء سواء بأجسادهم أو بقلوبهم. ما الصورة التي ينبغي أن يعني يتحلى بها؟ ما الصورة التي يرتسم بها ليكون منسجما مع القائد، مع الحسين عليه السلام؟ نعم تفضل.
هذه يمكن أنه قد أشار إليها الأئمة صلوات الله تعالى عليهم في زيارات الإمام الحسين، وروايات كثيرة جدا تبين الأسلوب الأخلاقي والتربوي عند زيارة الإمام الحسين، كما في بعض الروايات أن يزوره محزونا مكروبا أشعثا أغبرا، يستشعر هذه الواقع عند الزيارة بعيدا عن الأمور التي لا تتناسب مع هذا اليوم والزمان والمكان من بعض التصرفات التي لا تحقق الانتماء الحقيقي لزيارة الإمام الحسين. في مثل هذا اليوم مثلا احنا نقول أشهد أنك قتلت مظلوما وعطشا، الزائر هكذا لابد أن يستشعر الزيارة. المبادئ الأخلاقية أيضا للزيارة، الامتناع من أكل الحلوى وما شابه ذلك، والفرح والسرور والحديث الذي يكشف عن راحة النفس، بل ورد عن أهل البيت روايات أن الزائر ينبغي له أن يذكر مصيبة الإمام الحسين في طريقه عند الزيارة حتى يكون تابعا حقيقيا لما أصاب الحسين، يعني ليس فقط هو المسير، المسير بما يتضمن مبادئ ثورة الحسين عليه السلام من الألم والعاطفة والفكر والثورة والانتماء إلى الحسين وذكر مناقب الحسين وفضائل الإمام الحسين والابتعاد المطلق عن كل ما يؤثر في هذه المبادئ. ولدينا روايات كثيرة جدا جدا على هذه المسألة. في بعض الروايات عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام في قضية زيارة الإمام الحسين يقول لهم تزورون خير من أن لا تزوروا، ولا تزوروا خير من أن تزوروا. فتعجب السائل كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لهم أن تذهبوا بهذه الطريقة، ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح وذكر مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وما أصابهم من جزع وألم ومن حر الشمس. هذه مبادئ وضعت لي الانتماء إلى الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه. بل بعض الروايات عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام كان يعتب على بعض الزائرين أنه يأخذ معه الحلوى، فيقول له حينما تذهب إلى قبر أبيك هل تذهب وأنت مسرورا أم محزونا؟ فكان يعتب على بعض الزائرين الذين ينسون أنفسهم في الزيارة. ولذلك نؤكد على أن الزيارة يجب أن تتضمن طبيعة الثورة ونتائج الثورة، وهو المبدأ الإسلامي، الإصلاح، الحزن، الألم، الشعور بنصرة المستضعفين من هذه الزيارة، إشعار تطبيق آية المودة في القرآن الكريم ليس لأجل أغراض معينة سياسية، وإنما ينبغي أن تكون الزيارة خالصة للإمام الحسين قربة إلى الله تعالى، لا تستغل استغلالا سياسيا حزبيا إلى آخره. وهذا ما أشارت إليه المرجعية العليا دام ظلها السيد السيستاني دام ظله في نصائحه إلى الزائرين، أنه لا بد أن تكون الزيارة ضمن هذه المبادئ الأخلاقية والتربوية حتى نحافظ على قدسية الزيارة، سواء على صعيد الرجال أو النساء من الحشمة والورع والتقوى. وأهم من ذلك العبادات الدينية التي ستكون خلال الزيارة من التسبيح والذكر وأداء الصلوات في وقتها. ولذلك في بعض التفاسير لهذه الآية طبعا دكتور نتوقف عند ذلك. سأعود عليك دكتور، الدلالات أن يركز الحسين عليه السلام في ساحة القتال وساحة المعركة على الصلاة وإقامة الصلاة، وكذلك دلالات أن يعني يتناص في سلوكه وفي كلامه مع القرآن الكريم، حضور القرآن الكريم، حضور العبادات في ساحة المعركة، كيف تقرأه؟ سأعود إليك جناب الدكتور. مشاهدي الكرام، نتوقف عند هذه المشاهد الحية من كربلاء المقدسة ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في رحاب الحسين عليه السلام الذي أوجز لعله يعني فلسفة الحياة برسالته حينما وطأ أرض كربلاء لمحمد بن الحنفية حينما قال: أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو جناب الدكتور محمد النوري. دكتور محمد، المكانة التي يتمتع بها الحسين عليه السلام عند المسلمين،
هذه المكانة عائدة إلى مكانة المدرسة والجامعة المحمدية. فالإمام الحسين عليه السلام هو ركن من أركان هذه الجامعة المحمدية التي على رأس هذه الجامعة هو السيد الجليل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجامعة هي تحمل القرآن الكريم دعوة ورسالة ومنهجا، وهذه الجامعة حملت كل قيم الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام وإلى سيدنا رسول الله. وهذه الجامعة حقيقة تحلت بالنظرة القائمة والمتوازنة ما بين يعني إقامة الخلافة في الدنيا وما بين العمل من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهي جمعت ما بين الماديات والروحانيات. ولهذا من يتعامل مع سيدنا الحسين عليه السلام يتعامل بنظرة متكاملة، لا يتعامل بنظرة جزئية. لا يمكن النظر إلى هذا الموقف موقف الاستشهاد فقط. موقف هذه المدرسة كانت موقف جهاد، بدأت من جهاد سيدنا رسول الله والإمام علي عليه السلام والسيدة خديجة من أول لحظات الدعوة الإسلامية، وتوالت حقيقة هذه المواقف العظيمة إلى شعب أبي طالب، إلى استشهاد سيدنا الحمزة، استشهاد جعفر بن أبي طالب، إلى استشهاد الإمام علي، إلى استشهاد الإمام الحسن. هذه مدرسة الأطهار، مدرسة الأبرار. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن النظرة يجب أن تكون نظرة متكاملة، لا يمكن اجتزاء موقف دون مواقف أخرى، ولا خطوة دون خطوات أخرى. الإمام الحسين ضمن هذا الجو المحمدي، ضمن هذه المدرسة المحمدية. أخطأ من قرأ الإمام الحسين قراءة مستقلة عن آبائه وأجداده، وأخطأ من نظر إلى الإمام الحسين. حتى الحزن للإمام الحسين هو حزن لآبائه وأجداده، هو حزن لكل المعاني والقيم التي حقيقة يعني كانت متسمة لهذه المدرسة ولهذه الجامعة. يمثل المعنى النبيل دكتور. المصاديق، يعني كيف تنظر إلى مصاديق نصرة الإمام الحسين عليه السلام في زمنه أو بعد زمنه؟ الآن نتحدث عن هذه اللحظة. أكيد المصاديق يجب أن تكون مصاديق عملية، بمعنى أن المحب لمن يحب مطيعه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. المحب للإمام الحسين يتحلى بالصدق، والمحب للإمام الحسين عليه السلام يتحلى بالعدل، والمحب للإمام الحسين يتحلى بالإنصاف، والمحب للإمام الحسين عليه السلام يتحلى لا أقول بكل الصفات، فهو يعني إمام، لكن التأسي إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. مصاديق الاتباع ومصاديق حقيقة الاقتداء يجب أن تكون واقعا على أرضنا اليوم. يعني فالشفقة على الفقراء، والشفقة على المساكين، والشفقة على أمة الحبيب محمد ببث الإصلاح والعدل بينها، هذا من أعظم المصاديق للاتباع الإمام والاقتداء به والمحبة له. أحسنتم جلالة الدكتور. دكتور فائز، الحسين عليه السلام يعني في تعاطيه مع الآخر وجدنا أن هناك مناصر ومعادي ومتخلف وناصح، يعني كما يعبر التاريخ. كيف تقرأ هذه الفرشة من جهة النظر للحسين على المستوى العقدي؟ هذه أيضا واحدة من وظائف الكشف التي يعني قدمتها ثورة الإمام صلى الله عليه ونهضته المباركة. والمعطيات معطيات كل إنسان يعني يبدو متصلة بمستوى تفكيره ومستوى إيمانه. يعني هذه القضية، وإن كنت ربما أظلم في هذه القضية، لكن هذه صراحة. يعني المستوى الناصح الأول، وهو أول عقبة للإمام، يعني غير قضية الضغط البيعة، نتحدث عن بداية المسيرة، أنه مجموعة من الصحابة ومن الآل نصحوا الإمام بعدم الذهاب، وهذا نتيجة بناء على تجربة سابقة. هذه استشارة من خارج الحالة، كأنهم ليسوا داخل الحالة، وهذا عجيب. يعني كأن هذا الأمر كله، هذا الظلم وهذا الانحراف وغيره، لا يعنيهم، مع أنهم من أكابر الصحابة. طبعا السيد ابن الحنفية كان يعني غير قادر على القتال، وإلا كان يعني، لكنه أيضا كان من ضمن الناصحين للإمام بعدم الخروج، باعتبار أن
يعني الألم الكبير الذي حصل بعد تجربة الإمام الحسن صلاة الله عليه ما زالت. الإمام الحسن توافرت له كثير من عناصر القوة والنجاح لكنه ما حقق المطلوب في صراعه مع معاوية وانتهى الأمر إلى هذه القضية. فمن هذا الباب ووصل الأمر بأنه مثلا السيد ابن الحنفية يقول له لا يعني لا تأخذ العيال والنساء إلى أن قال الإمام المقودة القدرية شاء الله أن يراني قتل ويراهن سبايا سكت هنا بالقضية. هذا الناصح يبدو هو خارج الحالة يعني قدم نصحه وانتهى الموضوع خارج الحالة وهذا عجيبة طبعا هذا نوع من التخلي عن المسؤولية مع عظمة هؤلاء. نأتي إلى قضية المتخلف يعني في هذا الموضوع في هذا طبعا يعني أيضا هذا غير مستوعب للمعنى تحت طائلة الوقوف على التل غير مستوعب فيقول لك أنا يعني هذا صراع على السلطة أو صراع على غيرها وأنا إذا أذهب أنا يعني مثلا أنت عندك نموذج مثل شبث ابن ربعي ونموذج مثل عمرو بن الحجاج هذولا كانوا مع الإمام علي صلاة الله عليه وكانوا مع الإمام الحسن في صراع معاوية انظر لهذه القضية ذولا طلاب ما له سلطة في هذا الموضوع وعندما رأوا أن القضية كفت ابن زياد أكثر صاروا وياه صاروا بالجيش المعادي شوفوا يعني وين وصل الحال في قضية المكسب اللي تخلف مثل هذا اللي قال أنطيك سيفي وفرسي قال انظر أنت علينا بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك تجي مثلا قضية الكاشف فقط اللي هو محايد مثل الفرزدق مثل الشاعر قلوبهم معك وسيوفهم عليك في هذه القضية هذول خارج الحالة كلهم خارج الحالة اللي داخل الحالة للأسف وقصر في ذلك بعض كبار ومشايخ الشيعة في الكوفة الذين كانوا يرون غير رأي الإمام الحسين صلى الله عليه يعني ما أريد نسمي هالأسماء قد تجرح في هذه القضية وذولا أيضا تركوا البعض منهم التحق والبعض بقي يترك وهنالك صنف بقي يدعو الله سبحانه وتعالى بنصرة الإمام الحسين ولكن لا ما تحرك أي تحرك كان يبكي ويدعو الله هذا أيضا صنف آخر الصنف الإيمان الضعيف إيمان الضعيف أن أنت مو مع الأعداء لا يقوى على المواجهة ولكنه لا تستطيع المواجهة في هذه القضية يعني هذه أيضا كشوفات لكن الجميع طبعا والعدو الصريح بن أمية وبن زياد وعمر بن سعد والجيش الذي أتى معه لكن الجميع أصيب بلوثة الندم الجميع بلا استثناء شوف تصريحات يعني مثلا شبث بن ربعي يقول هذا الضلال الذي ما بعده ضلال احنا قاتلنا الحسين وقتلناه بهذا الطريق عمر بن سعد بعد ما حصل شيء راى انه يعني قام بجريمه كبرى في هذا الموضوع لم يحصل على ما يريد مع ان الامام قال له يعني لن تذو قبر لا بر ولا غير ما راح تنال ما وعدوك به حتى الطاغيه يزيد هو ايضا يعني كان مصير الندم في هذه القضيه لكن ولا تحين مندم في هذا الموضوع الجريمه كان الجريمه التي حصلت الجميع يريد ان يتنصل منها إلا أصحاب الحسين وأهل بيته يعني في هذا المسرح الكبير الفوز العظيم هو للحسين صلى الله عليه ولأهل بيته ولأصحاب هذه الثلة وللسبايا وللأطفال الذين كانوا معه هؤلاء الذين عايشوا المأساة هم الذين خرجوا فائزين هم الذين انتشوا بهذا النصر العظيم تقبل منا هذا يعني هذا القربان يعني السيدة زينب صلى الله عليه الإمام السجاد كيف يتحدث عن قضية هذا النصر الآجل هؤلاء هم الفائزون كل الأطراف البقية خسرت في هذه المعركة خسرت خسارة مادية أو خسارة معنوية ونالهم الندم ونالهم الخسران يعني هذا من ضمن يعني مسيرة الكشف التي كشفت كل عناصر الأمة وهذه النماذج موجودة في كل زمان ومكان لذلك عامل التغيير ربما أما يتأخر أو يتعطل نتيجة وجود هذه النماذج والإمام صلى الله عليه مرر عليه كل هذه النماذج مرر عليه وعلى من بعده مرر عليه أن يكون حياديا أن يكون مواليا للسلطة أن يشرع للسلطة أن يحافظ على نفسه أن ينزل على حكم ابن زياد ويرى رأيه فيه أن يذهب أسيرا كل هذه الأمور مررت عليه ولكنه أبى إلى أن يواجه أن يكشف هذه الأمة هذا الكشف العظيم الذي ما زال نبراسا يعني لا يمكن للإنسان اليوم يعني مثل ما قال مصعب ما ترك لنا الحسين من حجة في ذلك يعني ما قال أهرب قال ما ترك لنا دكتور في دقيقة يعني الإمام الحسين عليه السلام والموعود يعني كيف ممكن أن يعني تقرأ هذه الثنائية الموروث الحجة الموعود عليه الموعود السلام الموعود نعم
لا هذه القضية هذا هو الانتصار. ويقول الإمام بنا فتح الله وبنا يختم. بنا يختم بنا يختم. هنا الانتصار الذي لم يجري على يد الحسين صلوات الله عليه سيجري على يد الإمام الحجة صلوات الله عليه. هذا القضية وهذا القصاص الكبير وهذه محاولة الكشف. يعني رحلة الإمام الزمنية القصيرة هي كشفت الكثير من الوجوه وأنقذت من أنقذت وبقي من بقي في هذا الموضوع. ورحلة الإمام صلوات الله عليه الطويلة الأمد هي ستكشف الكثير وصولا إلى لحظة الانتصار الكبرى اللي هي لحظة الحسينية وهي لحظة حسينية. خروج الإمام صلوات الله هو خروج حسيني. هذا الخروج الذي يحقق النصر ويحقق القصاص والعدالة. سواء يعني البعض من رأى في قضية أنه ستعود وجوه كما هي ويقتص منها أو لا، هو يقتص من النماذج الرمزية التي الأصناف الأربعة حاضرة. هذه حاضرة في كل زمان ومكان. لذلك الظلم يسود للأسف. يعني لأنه انظر عنصر الافتداء، عنصر الحقيقة والمبدأ هو العنصر الأقل عددا. عدة طبعا عدة مادية لكن عدة معنوية كبيرة جدا، ولكن يبقى هو الرمز وهو النبراس دائما، هو محط الاحترام حتى من القتلة من الأعداء. شوف انت شهادة الأعداء في ما ثلب أحد الإمام الحسين صلى الله عليه، مو فقط في هذا الزمن، حتى في زمن معاوية على مكره عندما كانت رسالة الإمام قاسية عليه فقال يزيد رد عليه قال ليس في الحسين عيب حتى أعيبه. يعني شو أقول لك؟ أحسن دكتور. جناب الدكتور، ميثاق الخفاجي توقفنا عند استحضار المسلك العبادي واستحضار المنطق القرآني في أرض المعركة، كيف تنظر إليه؟ واقعا أن ثروة الإمام الحسين كان قرينها القرآن منذ خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة. وحينما علم بطرقه الخاصة أن يزيد أرسل رسالة إلى والي مكة بقتل الحسين عليه السلام وإن كان متشبثا بأستار الكعبة، فخرج الإمام الحسين عليه السلام وقرأ قوله تعالى في قصة موسى وخرج منها خائفا يترقب، وهذا من التطبيق لشأن النزول على واقعه المعاصر أن موسى عليه السلام خرج أيضا من مصر وهو خائف من قوم فرعون لأنه اتفقوا على أن يقتلونه، ولكن المرأة جاءت وأخبرته. كذلك الإمام الحسين عليه السلام تذكر هذه القصة المباركة ونطق بها كأنه يعيش مع القرآن الكريم، مع العلم أن مكة جعلها الله سبحانه وتعالى حرما آمنا، وكان ينبغي على من يدعي الخلافة الإسلامية أو والي مكة أن يحترم كل مسلم في هذا المكان، ولكن للأسف الشديد كشف هذا الموقف أنهم لا يلتزمون بقواعد الإسلام ولا الشريعة، فخرج منها وهو يقرأ قوله تعالى وخرج منها خائفا يترقب، حتى إن ابن عباس طلب منه البقاء فأجابه قال لا أريد أن أهتك حرمة هذا البيت، فشاء الله تعالى أن يرفع شأنه لأنه احترم شأنية الكعبة الشريفة. وهكذا في الطريق كان يتلو القرآن الكريم، رسائله في ليلة العاشر حينما طلب من أخيه العباس عليه السلام أن يخاطب القوم حتى يمهلونهم إلى الصباح حتى يقرأ القرآن ويصلي صلاة الليل، فقال له إنك تعلم بأني أحب تلاوة القرآن، أو في رواية إن الله يعلم أني أحب تلاوة القرآن. وهكذا في المعركة أيضا كان حينما يؤتى بشهيد أو يقف على شهيد كان يقرأ قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القرآن كان حاضرا في معركة الطف وفي مسيرة كربلاء. يعني في نصف دقيقة سمحت الدكتور. نعم نعم، فلذلك نلاحظ على أن القرآن الكريم كان حاضرا، وهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة مواضع في مسألة الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
مهما كانت الظروف التي عاشها الإمام الحسين في مسيرته، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو نفسية، كان القرآن معه دائما يتلوه ويفسره ويعتمد على مصادقه. وفي الحقيقة هذه دعوة لجميع المحبين، ونحن في هذه الأيام بما أننا جميعا نتفق على أن الحسين ابن بنت نبينا وهو سيد شباب أهل الجنة، والمصادر التاريخية من المدرستين متفقة على قضية الحسين، ومتفقة أيضا على قضية واقعة كربلاء. ندعو من هذه الفضائية الكريمة ومن هذا المجلس الكريم بين العلماء الفضلاء إلى مسألة أن نجعل من يوم العاشر هو يوم للتقريب بين المذاهب، لأن جميع المذاهب تتفق على حادثة كربلاء، وتتفق على شهادة الحسين، وتتفق على الروايات التي وردت في الحسين عليه السلام. جناب الدكتور، إذن يمكن أنه نتفق أن نجعل من يوم عاشوراء يوما للتقريب في بين المذاهب الإسلامية. نأمل ذلك. جناب الدكتور ميثاق الخفاجي، أستاذ علوم القرآن في جامعة بابل، شكرا جزيلا لك. أوصل الشكر للضيوف في الاستوديو، جناب الدكتور محمد النوري الداعي الإسلامي، حياك الله، شكرا جزيلا وعظم الله لك الأجر مجددا. كذلك أوصل الشكر للدكتور فائز الشرع الباحث الأكاديمي، شكرا جناب الدكتور، أرحمك. إذن مشاهدي الأكارم، يسأل إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله الإمام السجاد عليه السلام، من المنتصر، من الغالب؟ فالإمام يجيبه ويوجز له، يعني فلسفة الخروج والغاية من الخروج، إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتغطية مستمرة ومتواصلة معكم، وهذه انتقالة إلى العتبة الحسينية والعباسية المقدستين للاستعداد إلى أذان الظهر، فإلى هناك.